بالتأكيد هنا من داخل نادي وادي دجلة فرع التجمع الخامس، واحتفالية جديدة وتكريم لكل الأبطال الرياضيين، يعني بادرة جديدة من إدارة وادي دجلة. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ حسن المستكوي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، تشرفنا ومنورنا عبر الملاعب اليوم، وبنهنيك على الاحتفالية دي، وألف مليون مبروك لوادي دجلة والإنجازات اللي أنتوا بتحققوها. مبروك لأولياء الأمور أولا، يعني لأن هم الحقيقة اللي بيتعبوا وبيتابعوا التدريبات ومع أولادهم باستمرار. مبروك طبعا للأبطال اللي عملوا إنجازات على مستوى بطولات القاهرة والجمهورية والعالم، دي حاجة جميلة. وادي دجلة فيه قاعدة كبيرة جدا من الرياضيين، وبص يعني زمان كانت المدارس هي اللي بتعمل رياضيين، دلوقتي الأندية هي اللي بتعمل رياضيين، بس في حاجة اسمها مدارس رياضية في المدارس بتاعت في الأندية. المدارس الرياضية دي هي فعلا اللي بتقدم لمصر الخامة والمادة والقماشة بتاعت الرياضيين على كل اللعبات. عايز أقول لك بس إن أندية وادي دجلة لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي فيها 14700 ولد وبنت بيتمرنوا سباحة، ده بس يعني ده انا بتكلم على السباحه بس يعني. فدي قاعده عريضه جدا، اعتقد ان الانديه هي المستقبل بتاع الرياضه في مصر. فريق كره بسم الله ما شاء الله مفنشين خامس هذا الموسم، تطلعاتكم للموسم الجاي لفريق الكره بوادي دجله؟ تطلعات اللي احنا بنقولها في الاوض المغلقه يعني، ولا التلفزيون؟ لا الاوضه المغلقه، خلينا بصراحه نفسنا ناخد الدوري، ده المغلقه. يعني هتنافسوا على الدوري الموسم الجاي؟ لكن الحقيقه لا، عايزين ننافس، عايزين نلعب كوره كويسه، وعايزين سلوكنا يبقى نلعب كوره حلوه، والكوره الحلوه هي اللي بتجيب جمهور. وادي دجله خلي بالك الفريق يعني ليه جمهور، ليه شعب، شعب كبير جدا. الانديه الخمسه عدد الاعضاء فيهم كبير، ده اكيد بيشجعوا وادي دجله لما يكون بيلعب، لكن احنا عايزين نلعب كره كويسه وكره تنال اعجاب الجميع، وكمان سلوكنا يبقى كويس. انا اعتقد ان الناس عجبها جدا قرار جهاز الكوره في الماتش الاخير لما الزمالك نازل وفي حرس شرف تكريم لنادي الزمالك على الصفين. الناس وصفت السلوك ده بانه اشيك سلوك في تاريخ الكره المصريه، واللي عمله وادي دجله، وده بجد يعني انا سعيد جدا بكده. نادي اوروبي بقول لك، خلينا مش عايز اقول اوروبي، مصري، ليه ما نبقاش مصريين يعني، نبقى مصريين ونعمل حاجات شيك وحاجات جميله، وتبقى روحنا رياضيه، ونخلي الناس كلها تعرف القيم الرياضيه والقيم الانسانيه، لان هي دي رساله الرياضه. يعني انا تربيت على كده الحقيقه، هي دي الرياضه، ما ودي رساله وادي دجله لازم تبقى كده. والله التكريم النهارده حافز لينا طبعا ان احنا نستمر في العطاء اللي بنديه للنادي. انا عملت جودو في النادي من 5 سنين تقريبا، ابتدينا من زيرو لاعب، دلوقتي عندنا 700 لاعب ولاعيبه في 5 فروع، عندنا جهاز فني فيه 20 مدرب، احنا ابطال الجمهوريه تحت 9 و11 سنه، عندنا 250 لاعب تقريبا في الحاله دي. في مرحله 13 سنه عندنا ابطال كتير حاصلين على بطولات الجمهوريه. بيقولوا علينا في الجودو، في وسط الجودو احنا المارد اللي جاي في الجودو، وبننافس اقوى الانديه الموجوده في وسط الجودو. ميار هاني لاعبه سكواش نادي وادي دجله، النهارده انطباعك ايه للتكريم من نادي وادي دجله لاول مره سابقه من اولها لنادي مثل وادي دجله؟ دي حاجه كويسه قوي طبعا، عشان هو ده بيشجعنا ان احنا نعمل حاجه ارسل، بالذات كريم درويش هو المسؤول عن كل حاجه، وبالذات الاسكواش، فدي حاجه بسطانه قوي فعلا نتجمع وناخد حاجه زي كده في البيت عندنا او قدام الناس قدام التلفزيون، حاجه كويسه قوي. اللي كده عندكم في بطولات عالم بتشوف لاعبات الاسكواش دائما على طول في ازدهار وكده، نفسك تبقى زي مين في لاعبات الاسكواش؟ انا نفسي ابقى زي رنيم وديلي. عشان اسالك الاعلى مين في لاعبات الاسكواش؟ رنيم وديلي برضه. طب من اللعبات العالميه اوكي، كامي، واحد اسمها كامي. تمام، قولي لي كده الاسماك كاو بيوفر لكم التدريب بتاعكم بيوفر لكم ازاي، وازاي بتنسقوا بين الدراسه والتدريب؟ فهو من ناحيه التمرين فهم مظبطينها قوي، ان في جدول ماشيين عليه، ان الواحد بيتمرن وعارف تمرينه امتى والساعه كام وكده، ومركزين، مش دلوقتي تتمرن وخلاص، لا فاهمين انت محتاج ايه مش محتاج ايه. وبالنسبه بين الاسكواش وال هي طبعا بتبقى صعبه، بس على قد ما بتقدر بتحاول توفق ما بينهم، انك ما تجيش على الاثنين، سواء في يعني في الغالبا بتيجي على المدرسه اكتر من الاسكواش.